أم وأب، ما حدا ما عنده منهم. أغلبنا منحب نكون واحد منهم. بيقولوا لك الشغلة شغلة غريزة، وأنت وصغير بيكونوا كل حياتك، وبدونهم الحياة اللي عايشها صعب يكون اسمها حياة. تكبر شوي بعمر المراهقة بيتحولوا لشي بيشبه القضاء والقدر، وناس شغلتهم يفرضوا عليك شغلات بدون مبرر وما فيك تعترض، يعني سجانين مع صلة قرابة فيك تقول. بعدين بتنساهم، حياتك البعيدة عنهم بتخليك بعيد كتير. هذا الحكي خاص بالذكور، لأنه أوبشن النسيان ما بيجي مع الإناث، بس هذا مو غريزة. بعدين وفجأة بتصير أنت أب أو أم، وقت ببلشوا يكبر أولادك وقتها بتتذكر عيلتك اللي إجيت منها، أبوك وأمك، لأنه بتبلش تعرف هن ليه كانوا عم يتصرفوا. تتذكر لأنه ببساطة بتصير واحد منهم. وإذا كنت ما عندك أولاد فهلأ بتكون عم تقول مستحيل صير مثلهم، وإذا عندك فرح قلك بكل بساطة هي المهمة المستحيلة. ماما بحر يلا فيق. يلا ماما. أنا مريض. شو عم يوجعك؟ ما عم يوجعني شي بس أنا مريض. ما بدك تروح على المدرسة؟ إيه؟ ما حذرت. يلا قوم قوم قوام قوم قوم، غسل وشك فرشي سنانك، حطيت لك موزة وسندويشة بالشنطة. فيك تترك البيت وتلحق اختك كمان، وخلقها منكوتة من الصبح. ما بدي لو لفاية عندكم بتعاملوني احسن من هيك. لك الله يقصف عمري ويريحني، واعرفوا وقت اعيشوا حياتكم. يعني شو بتخسر زعلانة صوت التلفزيون؟ شو عم بتبروت ولا؟ ولا شيء. نظف اوضتك قبل ما تروح على المدرسة. ما بلحق. بس ترجع معناتها انا ماني فاتحه اوتيل هون، هي المزار كلها ما بدي اشوفها بوشي، فهمت؟ طيب مو اوضتي؟ عم ضايقك برات هي الاوضه شي؟ لك حش رد جوابات. لك ما عاد رد، ما عاد احكي، ما اساسا انا قاري هون، بس اعمل وساوي. لك ولا عندك استعداد تسمعيني حتى؟ ايمت اخر مره حكيتي معي فيها بدون ما تكوني عم تعيطي او تعطي اوامر؟ اوضتي ما رح ساويها، مزعوجه اني قاعد هون، بكره بتفوش. لا اذا بدك هلا كمان، يعني كثير مفكره مبسوطين بالقعده معي؟